في الكوارث الطبيعية والمآسي الإنسانية تختفي الخلافات السياسية والصراعات العالمية. هذا ما ينبغي أن يكون بين الناس الطبيعيين. لكن في زمن الحقد الدولي المتوحش ليس هذا بالضرورة ما يكون. إنها حرب على الإنسان من نظام دولي منافق يتاجر بالإنسان. سوريا وتركيا اليوم منكوبتان بزلزال مدمر. لا هوية للضحية إلا كينونته الإنسانية كمعمر. وعلى قلة الإمكانات سوريا بقوة الإرادة واحتضان الشرفاء واجه الحصار مع الأصدقاء والحلفاء. الحياة ليست مأساة وقربانا وحسب، بل أمل وعنفوان. هكذا هي الميادين في تغطيتها مع أحرار الأمة والعالم. تطلق الصرخة سوريا وتركيا إرادة حياة. من سوريا حيث الركام، وبتواصل مع تركيا حيث المأساة. الميادين في تغطية إخبارية ميدانية اجتماعية وإنسانية شاملة. سوريا وتركيا إرادة حياة، تغطية خاصة من قلب حلب على شاشة الميادين.